وقت اللي إجانا صبي تاني قلنا منسميه مهند ليصيروا الاسمين بيشبهوا بعض. هنن بيشبهوا بعض بالأسماء بس بيختلفوا بالطبع كتير. لو كنت أعرف هيك كنت سميتهم اسمين ما بيشبهوا بعض. فيك تغير أسماءنا هلأ، وين المشكلة؟ يا ريت. جميلة حبيبتي قومي جهزي شمعات الجاتو. في جاتو كمان؟ خير مرتي مالك بالعادة. هذا جابته كوثر خانم معه. يسلم وما كان في داعي تعزمي حالي. هاد واجبي. صحيح عند خانم حطت القالب بالبراد مشان ما يدوب. يلا قومي جيبي الشمعات وحطيهم على داير القالب. حطي شمعة عن كل سنة. يلا قومي خلصينا. وليه ما بترد على موبايلك قدامنا؟ بتكون هي رفيقته معلش. الو. مرحبا يا بطل، انا جمال. مسجل اسمك، اللي شوفي. طمني كيف صرت اليوم، انت منيح؟ انا منيح. لكان ما في عندك مشكله تعمل مباراه تانية اليوم، شو رايك يا بطل؟ هذا بيوقف على المبلغ. قد ايه بدك تدفع؟ انت قديش بدك؟ 10,000. لا تقولها. طالما قاعد عم تتصل فيني معناتها اكيد في شخص من زلمك ما اجى. انت بورطه. بس انا حابب اقدم وش جديد. شو ما كان ما بقبل اقل من هيك. بدفع لك نصهم. بلاها. انا للبطل نوري ما بدفع له هالمبلغ. هذا اللي موجود. وتصطفل. 7,500 وغير هيك معك. طيب ماشي. أنا بلان. بس مو أقل من هيك. إذا فزت اليوم بيزيد السعر وإلي نسبة من المراهنات. هلا أنت تعال اليوم وبعدين بنحكي بالتفاصيل. اتفقنا. جهز لي حالك منيح على المباراة على 12. ماشي. اسمع ما بدي أخوك يعمل لي شي مشكلة، ها، لأني ما راح أتدخل هالمرة. ما تاكل هم. يعني بدك تروح؟ أنت ليش هيك عم تساوي بحالك؟ أنت ما دخلك. بدي أجي معك. جميلة بلا جنان. طيب أنا حابة أتفرج عليك. خلصنا. هذا المكان مو مثل اللي بيطلع على التلفزيون أو اللي بتتخيليه. مو مناسب لإلك. شو ما كان هذا المكان أنا بدي روح أتفرج. جميلة بكفي بقى. لكان أنت كمان ما بتروح لأنه رح فوت لجوا وقول لأبوك. أنت عم تبتزيني؟ ايه مزبوط. مرحبا أمي. أهلا وسهلا. ما تواخذيني لأنه ما أجيت. هالوردات إلي؟ إن شاء الله كل عام وأنتم بخير يا أمي. شكرا حبيبي. شو اللي صاير بوشك؟ ما في شيء أمي، ضربت وشي بباب السيارة لما كنت عم وزع. انتبه على حالك شبك. تأمري. جميلة وإما إمتى راحوا؟ من شوي طلعوا، مهند وصلهم. اللي كيف كانت السهرة تبعك؟ منيحة، تعرفت على ناس كتير مهمين. رح روح أتصل بجميلة وأرجع لك. ألو؟ مساء الخير كوثر خانم. شو في مؤيد؟ ما في شيء أبدا. ما أسف عم إزعجكم بهالوقت المتأخر، بس تليفون جميلة مسكر وما عم أقدر أحكي معه. فإذا مو نايمة فيني أحكي معه؟ ليش جميلة مو معكم ابني؟ مو معي. على أساس رح يشوفوك، أنت اتصلت فيها وقلت لها تعي لعندي. إيه؟ ليكني هلا عم بوصلهم. أنا ماني قايل لها شيء. مؤيد جميلة ما بتجي بهالساعة. طيب هلا بشوف. ليش عم تقول له اني ما بقدر اجي؟ انت بتعرفي قديش صارت الساعه؟ اذا بتريدي امي مهند رح يوصلني. هات اعطيني التليفون. الو مؤيد؟ وينك انت؟ ماشي هلا بجي انا ومهند لعندك. يلا منشوفك.
شو اللي بده ياخدك لعنده؟ ما رح نتأخر أمي، لا تخافي، هن الاثنين بيرجعوا بيوصلوني. يلا باي باي. صباح الخير. كوثر خانم، أنا ما حكيت مع حدا. يا ربي وين بك؟ والله لو عم بحكي مع حيط كان فهم علي. ورجيني ايديك. شش. يعني ما بدك يعني حتى اني المسه؟ اسمع، هي اول مره بحياتي بتفرج على مباراه ملاكمه، موت رح تخسر هلا. ما بدي تخيب لي املي فيك ابدا، ماشي؟ شو معناتها التطليع مهند؟ ولا شيء. يلا اطلعي خليني جاهز حالي. انا ما رح شوش عليك، خليني قاعدة هون عندك. اطلعي لبرا ولا تخليني اندم لاني جبتك. لا تحاكيني بهاللهجة لو سمحت، دائما بتحاكيني بهالطريقة وما بتحترمني بنوم. انا مو قصدي هيك. لا قصدك على طول بتتزورني وبتحكي معي ببرودة، كأنه عملت لك شي شغلة أو زعجتك. إذا ما بدك أحكي معك قل لي إياها بصراحة. قلت لك ما في شي، انهي الموضوع. نحن الاثنين مو بس رفقات هلا، فيك تعتبرني خطيبته لأخوك. إجا دورك باللعب. دعيلي من قلبك النفوس تحت لبنك.